صلاة الشفع والوتر مع الدعاء لفضيلة الشيخ عبد الرزاق السيد. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله، سمع الله لمن حمده. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك.
اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما رزقتنا وأعطيت، وقنا واحمنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد ربنا على ما قضيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا غاية رغبتنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ورفوعنا وسجودنا، ووفقنا لقيام وصيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم لا تجعلنا ننصرف من هذا المكان إلا بذنب مغفور، وبعيب مستور، وبعمل متقبل مبرور، يا عزيز يا غفور. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين من نار المحسنين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن ربيعا لقلوبنا، وشفاء لصدورنا، وجلاء لهمومنا، وذهابا لغمومنا. اللهم اجعله سائقا لنا إلى جناتك جنات النعيم، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، واجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي فلسطين وفي ليبيا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين في ليلتنا هذه وفي كل وقت من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولزوجاتنا ولأبنائنا ولبناتنا ولمن لهم حق علينا، واغفر اللهم لعلمائنا، وفك أسر المأسورين منهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كانت هذه صلاة الوتر مع الدعاء من مسجد معاذ بن جبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.